متأكدة وحدة من هاي الكاميرات بتكون لقطة رقم لوحة الشاحنة. بس ديشا، ما في ولا محل هون رح يفتح بهذا الوقت. مو مشكلة، أنا رح حاكيهم. امشي. أوه. نيها. نيها شو صار لك؟ منيحة انتي نيها؟ ما فيني شيء. سيدي، هي ما لها ذنب ابدا. لا تحكي معها شيء. ارتاحي، انا اجيت هون لحتى اساعدكم. ايه بس مو بالمكتب. مشكور كثير حضرة المفتش. نيها، نيها، شو اللي عم يصير معك؟ انتي ما اكلتي شي من امبارح. كلبنا. ايه سيدي. يلا امشوا وخدوها على بيتهم. انا ما رح روح وبدي ساعدكم. انا منيحة، ما في شي. انتي لازم تروحي على البيت هلا. هي المفتش معي ونحن منتصرف. مدام تعي، بيتنا هون قريب. ديشا جنبي، أنا رح أتصرف، لا تقلق. شو رح أعمل؟ إذا كان في شي كاميرا هنيك طلعت لقطة، شو هو رقم الشاحنة؟ أنا رح أوقع بمشكلة كبيرة. ألو؟ نزلت درجة الحرارة؟ كيف؟ شو عم تقول؟ إذا تخفف الحرارة هلأ هو رح يموت. آخر همي إذا بيموت أو لا. بناته بيعرفوا إنه بالشاحنة وعم بيدوروا على مكانه هلأ، وأنا ما رح خليهم يلاقوه. بس لوقتها أكشاي لازم يموت. فهمت؟ وبتتصل فيني أول ما يموت. انتي قلتيلي بنتي انتظر لحتى ترجع مهيني، وشو كمان منشوف اذا هي عرفت مكانه لأكشاي. ليك ما عرفت بنتي، هلأ كل شي بإيدك.